الحقوق اللي هي ديال 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 البلديه. الان دوس اخوان تكلموا على الشق السياسي، انا نتكلم شويه على ندخل في المسائل اللي هي تقنيه شويه. الان نمشيو لضريبه المباني بالنسبه للنظافه، نتكلم عن المناخ. الى مشينا لضريبه المباني كنقول ان عندنا 200,000 صحاج إذا مشينا لضريبة المباني والباك استخلاصه كنجبو واحد الفرق كبير بين المقترح الميزانية في المداخل بالنسبة لضريبة المباني ومازال والباك استخلاصه اللي خصها البلدية الضخمة. إذا خصنا الآن شرح لهذا الإخوان اللي تكلموا قبل مني ولا واحد الإخوان تكلموا قال عليك شكون هناك عرض يعني هنايا كيبين جميع يعني الاقسام ديال الميزانيه وكيفاش يمكننا يعني نعملوا المداخل او نعملوا المصارف. اذا مشينا لضريبة المباني، المنتوج استخلاص الشواطئ هنايا كذلك كاين واحد المشكل كبير. عندنا هنايا المداخل 28 وحقيقه في الصفحه 28,000 ملي كنمشي للمصارف كنجبر 70,000 البلديه خاسره. كيفاش الشاطئ كتدخل منه 28,000 وكتصرف عليه 70,000؟ إذا هنا خصك المراجعة ديال أن خصك الحاجة اللي تصرف عليها خصك تدخل منها. يعني هنايا كاين هنايا هنايا باقي الصحة جوج. كذلك بالنسبة لرسم السكن